بسم الله الرحمن الرحيم، سلام عليكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد على قناتنا قناة 5 Minute Code. في هذا الفيديو من الدورة التعليمية من مكتبة تيكنتر، الدورة الأفضل والأكمل لهذه المكتبة على اليوتيوب باللغة العربية، سوف نقوم بتعليم أداة مينيو أو القائمة. قبل أن نبدأ الفيديو الرجاء اعملوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا جرس الإنذار حتى يصلكم كل شيء جديد أولا بأول. في الكثير من البرامج يوجد مينيو أو قوائم كثيرة ومختلفة، كل منها يحتوي على خيارات عديدة، وعندما تنقر على كل منها يحدث شيء مرتبط بها. بطبيعة الحال فإن تيكنتر كأداة تصميم واجهة مستخدم رسومية أو GUI توفر إمكانية إنشاء قوائم. للتعرف على هذه الأداة سنقوم بكتابة برنامج يقوم بإنشاء مينيو في الجزء العلوي من النافذة، يعرض قائمتين يمكن فتح كل منهما، وبالنقر على الخيارات الموجودة داخل القوائم سيتم تنفيذ الحدث ذي الصلة. من الفيديو السابق البرنامج مالنا وصل لهاي المرحلة، خلونا نعمل ران ونشوف وين وصلنا. بالفيديو السابق وضحنا أداة باسم راديو باتن، أوكي؟ هذه الأداة تقدر باستخدام هذه الأداة أنه تعرض عدة خيارات للمستخدم، فإذا قام المستخدم باختيار أحد هذين الخيارات سيقوم البرنامج بعمل يعني برنامج بعمل أو تفعيل برنامج خاص. مثلا عندنا هذا البرنامج يسأل المستخدم أنه please select an item، أوكي؟ الايتمز أو الخيارات اللي موجودة هن مثلا electronic engineering, computer engineering و biomedical engineering. فإذا قام المستخدم باختيار أحد هذين الخيارات سوف يكتب البرنامج جملة هنا أنه أنت قمت باختيار هذا التخصص الخاص. مثلا إذا اخترنا الكمبيوتر فيكتب your choose is computer، أو مثلا biomedical فيصير your choose is biomedical. إذا تحب تتعرف على هذا البرنامج تابعوا الفيديو السابق وراح تتعلمون هذه الأداة بشكل كامل. الحين راح نحذف الأشياء الإضافية اللي موجودة داخل البرنامج واللي ما محتاجينها. بعدين راح نضيف في قسمة التعريف أو الاستدعاء أول البرنامج نضيف كم معلومة. نكتب from Tikinter، أوكي، import أو استدعي كل الأدوات. بعدين بالخط الثاني نكتب from Tikinter، أوكي، .message. مسج بوكس هو احد الادوات اللي موجوده داخل مكتبه تيكنتر واللي وضحناها بالفيديوهات السابقه، اذا تحبون تتعرفون عليها تابعوا فيديوهاتنا السابقه. اذا تابعتم الفيديوهات اداه مسج بوكس يعني تحتوي على عده اشكال. من هذين الخيارات راح نستدعي امبورت، اوكي، نوع خاص واللي هو اسمه شو انفورميشن او شو انفو، باختصار شو انفو. بعدين راح نغير عنوان البرنامج او النافذه اللي سميناها روت، اوكي، نافذه البرنامج واللي هي روت، نغير العنوان مالها من راديو باتن الى مينيو علشان يتوافق مع موضوع البرنامج. اول خطوه سوف نقوم بانشاء شريط قائمه واجهه مستخدم باسم مينيو بار، وفي السطر التالي نحدد انه يجب عرض شريط القائمه نفسه في نافذه البرنامج. راح نعرف فاريبل جديد باسم مينيو بار، اوكي، هذا المينيو بار راح يكون من نوع مينيو، اوكي، راح يكون من نوع مينيو وراح يعرض على نافذه، راح يعرض داخل النافذه نافذه البرنامج واللي هي روت. بعدين نعمل اصلاح على بالواقع نكتب root.config، اوكي، نعمل اصلاح على شريط القوائم اللي موجود داخل النافذه، اوكي، فنكتب مينيو وهذا المينيو راح نسميه هو بالواقع مينيو بار. الشيء اللي سويناه داخل هذا الخط يعني داخل هذا السطر انه حددنا للبرنامج واللي هي نافذه البرنامج واللي هي روت، اوكي، نافذه البرنامج فيها قائمه. هذه القائمه سابقا ما كنا نستفاد من عتها، لكن الحين عملنا اصلاح على هذه القائمه يعني شريط القائمه اللي هو الموجود داخل النافذه، وبالواقع نخلي انه كل شيء نريده يطلع داخل هذا الشريط يكون موجود داخل المينيو بار واللي هو عرفناه بالخط السابق. الآن علينا وضع القوائم التي نريد إنشاؤها في شريط القوائم، لذلك نقوم بإنشاء القائمة الرئيسية وتحديد أنه سيتم وضعها في شريط القوائم. نعرف قائمة رئيسية باسم main menu، أوكي،
هذه القائمة أو هذا الفاريبل راح يكون من نوع menu. أوكي، وراح نخلي هذا بالواقع هاي القائمة راح نخليها داخل الشريط اللي سميناه menu bar. أوكي، بعدين في السطر التالي باستخدام دستور add cascade نضيف القائمة الرئيسية إلى شريط أدوات menu bar ونعين عنوان المعروض على الليبل. هذه القائمة اللي هي اسمها menu main menu القائمة الرئيسية نريد نضيفها إلى المينيو بار. أوكي، وإذا ضفناها للمينيو بار نريد نخلي لها اسم، فبالواقع نكتب menu bar أوكي dot add cascade راح نضيف للمينيو بار القائمة اللي هي سميناها main menu القائمة الرئيسية. أوكي، فباستخدام label راح نخلي اسم هاي النافذة أو هاي القائمة داخل المينيو بار شريط القائمة. أوكي، راح نخليها يكون اسمها main أو القائمة الرئيسية. بعدين نخلي هاي القائمة داخل المينيو اللي سميناه بالواقع مينيو بار. هاي الطريقة راح تظهر عندنا قائمة اسمها main أو القائمة الأصلية واللي هي بالواقع تتعلق بالمينيو بار main menu. أوكي، بعدين لإضافة خيارات داخل القائمة الرئيسية، أنا الحين احنا شكلنا القائمة الرئيسية فنريد نضيف لها خيارات، يجب أن نستخدم دستور add comment، وباستخدام هذا الدستور نضيف خيارا يسمى hello، ونحدد باستخدام هذا الدستور البرنامج أو الفانكشن الذي سيتم استدعاءه. اسم الفانكشن هو say hello، وسيتم استدعاء هذا الفانكشن بمجرد النقر على خيار hello، وسوف يقوم بعرض رسالة بسيطة. شكلنا شريط قائمة باستخدام هذا الخط، شكلنا شريط قائمة وسميناه menu bar. بعدين شريط قوائم عذرا باستخدام menu bar. القائمة الأولى والقائمة أو القائمة الرئيسية هي menu main menu القائمة الرئيسية سميناها main. الحين نريد نضيف لنا خيار داخل هاي القائمة الرئيسية ونسميه hello، فنكتب main menu وأيضا نكتب dot add بالواقع comment. أوكي، add comment، هذا الكومنت اللي نضيفه ان باستخدام الليبل نخلي اسمه يساوي hello. اوكي، وبعدين اذا تم الضغط على هذا بالواقع الخيار راح نستدعي فانكشن، وهذا الفانكشن سميناه say hello. بالخطوات القادمه سوف نعرف هذا الفانكشن واللي هو اسمه say hello. بعدين لكي نجعل بين خيار hello والخيار التالي اللي نريد نضيفه الى القائمه الرئيسيه space داخل القائمة اللي سميناها main نستخدم هذا الدستور. أوكي، نكتب بالواقع main menu. أوكي، بعدين نكتب dot add separator. أوكي، add separator الخيار اللي هو موجود هنا ونخلي parentheses خالي، فبمجرد أنه يوصل البرنامج يوصل هذا الخط راح يخلي فاصلة بين الخيار الأول واللي هو hello والخيار الثاني اللي راح نعرفه بالخطوة القادمة. في الخطوة القادمة نضيف خيار آخر يسمى quit نضيفه إلى القائمة الرئيسية وسوف يقوم بتنفيذ دستور root.quit بمجرد الضغط عليه. مثل ما تشاهدون هذه المرة لا توجد إشارة إلى function أو تابع قمنا بكتابته، ويتم تعيين وظيفة داخلية لهذا الدستور مباشرة. من خلال تنفيذ هذا الدستور يتم إغلاق النافذة وإنهاء تنفيذ البرنامج. أوكي، نكتب main menu القائمة الرئيسية، بعدين نكتب dot add comment. أوكي، نضيف add يعني add comment، هذا الكومنت راح نسميه label، يعني باستخدام الليبل نسميه بالواقع quit. أوكي، وعلامة تعجب. بعدين إذا تم النقر على هذا الخيار سيتم استدعاء comment. أوكي، وهذا الكومنت يسمى بالواقع سيتم استدعاء comment داخل البرنامج، يعني هو داخل البرنامج هو comment داخلي، فهذا راح يكون root.quit. أوكي، root.quit بمجرد انه يتفاعل هذا، يعني نفعل هذا البرنامج سيتم اغلاق وانهاء تنفيذ البرنامج. لاضافه قائمه اخرى نريد نضيف قائمه اخرى، القائمه الاولى سميناها main menu او اللي هي القائمه الرئيسيه، نريد نضيف قائمه اخرى. لاضافه قائمه اخرى بجوار القائمه الرئيسيه في شريط القوائم نقوم بانشاء قائمه تسمى hello menu باستخدام add cascade وعنوانها هو help. اوكي، نريد بالواقع نضيف قائمة أخرى غير المين نسميها help، فنكتب help بالواقع menu. أوكي، وهاي القائمة هذا الفاريبل الجديد راح يكون من نوع menu،
وبالواقع راح نخلي هذا القائمة الجديدة داخل شريط مينيو بار. أوكي، بعدين هذا الشريط راح هو بالواقع نظهره داخل، بالواقع نعرض هذا الشريط داخل النافذة روت. أوكي، في الخطوة القادمة سنقوم بإضافة خيار واحد يسمى about في هذه القائمة، يعني القائمة الجديدة اللي سميناها help menu، help menu راح نضيف لها خيار باسم about. نضيف هذا الخيار إلى قائمة help باستخدام دستور add comment، ونحدد أنه سيتم تنفيذ وظيفة show about بمجرد النقر عليها. من خلال تنفيذ هذا الدستور ستظهر رسالة توفر توضيحات حول البرنامج. شكلنا قائمة جديدة باسم help. أوكي، فهذه القائمة راح نخلي داخلها عضو أو خيار، فنكتب help menu أوكي dot باستخدام دستور add cascot أو add comment، عذرا نضيف comment جديد ونخلي عنوان هذا الكومنت بالواقع هو راح يكون عنوانه يساوي about. أوكي، فإذا تم النقر على هذا الكومنت راح نستدعي function باسم show about. أوكي، هذا الفانكشن أيضا راح نعرفه بالمرحلة القادمة إن شاء الله. لاكتمال البرنامج سنقوم بكتابة اثنين فانكشن باسم say hello و say about. يعني هو البرنامج الشيء اللي ناقص به هو هذين الاثنين فانكشن say hello والshow about. فإذا كتبنا هذين الاثنين فانكشن راح يكتمل عندنا البرنامج. راح أكتب هذين الاثنين فانكشن وبعدين نرجع ونكمل الفيديو. أوكي، مثل ما تلاحظون بالواقع شكلنا اثنين فانكشن، واحد اسمه say hello وواحد اسمه show about، لكن عندنا مشكلة أنه الأسماء ما تتوافق، فنعمل كوبي على say hello أوكي ونخليه مكان say hello هنا. هاي الطريقة تم إصلاح البرنامج. الحين نعمل ران ونشوف البرنامج كيف راح يشتغل عندنا. صار عندنا خطأ بسيط داخل البرنامج، وهذا الخطأ بالواقع ما يمنعنا من أنه نعمل ران أو يمنع البرنامج أنه يشتغل بشكل صحيح. الخطأ هو هنا هذا الخط. أوكي، عندما عرفنا بالواقع القائمة الرئيسية باسم main، أوكي قمنا بتعريف هذه القائمة الرئيسية داخل المين بار بشكل مستقيم، وهذا خطأ. فلازم نضيف يعني هاي القائمة إلى بالواقع main menu. أوكي، فبهاي الصورة راح يشتغل عندنا البرنامج بشكل صحيح. خلونا نعمل ران ونشوف وين وصلنا بالبرنامج. مثل ما تلاحظون طلعت عندنا هذه القائمة واللي هي اسمها main. فإذا نضغط على هذه القائمة يطلع عندنا اثنين خيارات، الخيار الأول هو hello أوكي والخيار الثاني هو quit. عندما نضغط على هذين كل واحد من هذين الاثنين خيارات إما hello أو إما quit فراح يتفعل عندنا برنامج أوكي أو function. مثلا إذا ضغطنا على الهلو راح يتفعل عندنا هذا البرنامج واللي سميناه say hello. إذا صار عندنا هذا الفانكشن فعال واشتغل عندنا فراح ينطينا رسالة. أوكي، راح ينطينا مسج نوع خاص من المسج باكس، نوع خاص من الرسائل. بالواقع التايتل تبع هذا المسج راح يكون راح يكون 5 minute code. أوكي، مسج، خلونا نعيد تشغيل البرنامج علشان يتم يعني التغييرات تكون بشكل صحيح. فراح يشتغل عندنا هذا البرنامج وهذا الفانكشن. أوكي، راح تطلع عندنا رسالة بهذا العنوان، وبالواقع النص اللي موجود داخل الرسالة هو hello world. نعمل يعني نكبس على الهلو ونشوف النتيجة. صار عندنا خطأ بسيط داخل البرنامج بحيث انه من نضغط على الهلو ما تجينا الرسالة، لانه بالواقع هنا احنا عرفنا هذا الخيار اللي موجود داخل القائمة الرئيسية واللي هو خيار الهلو، لكن ما عرفنا للبرنامج انه اذا ضغطنا على هذا الخيار راح نستدعي اي واحد من الفانكشنز. فراح نستفيد يعني نستفاد من بالواقع دستور كومنت، وراح نستدعي الفانكشن اللي هو اسمه say hello. بمجرد انه نكبس على الهلو راح نستدعي هذا الفانكشن. خلونا نعمل ران ونشوف النتيجه اللي راح تصير. مثل ما تلاحظون طلع عندنا هذا المين اللي موجود هنا. اذا نكبس على الهلو ينطينا رساله البرنامج ويكتب hello world. اوكي، الخيار الثاني اللي موجود داخل الليستة هو كويت، فإذا ضغطنا على هذا الخيار راح ينسد البرنامج بالكامل. مثل ما تلاحظون نسد عندنا البرنامج بالكامل. ميزة أخرى يمكن إضافتها إلى القوائم هي تعيين مفتاح اختصار. على سبيل المثال تحديد مفتاح كنترول تحديد مفتاح كنترول زائد H، والذي يستخدم عادة لفتح التعليمات.
تبقى عندنا خيار واحد واللي هو خيار الـ about. أوكي عرفناه هنا لكن ما خليناه يظهر داخل النافذة. أولاً إحنا نريد يعني نخلي هذا الخيار يظهر عندنا في بالواقع قائمة جديدة. لهذا السبب عرفنا قائمة جديدة باسم hello menu help menu. أوكي وهذه القائمة راح نضيفها بالواقع داخل بالواقع الشريط القوائم. فنكتب menu bar dot add cascard. نضيف إلى خيار جديد. أوكي وهذا الخيار باستخدام طريقة باستخدام label راح نسميه help. أوكي وبالواقع هذا الهلب إذا كبسنا على هذا الهلب راح نستدعي القائمة اللي هي اسمها يعني سميناها help menu. فإذا كبسنا على هذه الهلو اللي راح تظهر بالشاشة راح تطلع عندنا الظاهر القائمة اللي اسمها help القائمة اللي اسمها help menu وكل شيء موجود داخل هذه القائمة راح يظهر لنا. أوكي إحنا نريد نخلي داخل هذه القائمة خيار واحد واللي هو خيار ال about. فإذا تم الضغط على هذا الخيار راح بالواقع يشتغل عندنا comment أو comment راح يشتغل عندنا function اللي عرفناه هنا show about. فراح نستدعي الfunction اللي هو اسمه show about. نعمل run ونشوف النتيجة. مثل ما تلاحظون طلعت عندنا قائمة جديدة باسم help. إذا نضغط عليها راح يطلع عندنا ال about. فإذا نضغط على ال about راح ينطينا message. أوكي راح ينطينا message. خلونا نصحح هذا المسج. مكان هذه العبارة اللي بالخطأ أنا كتبتها راح أكتب 5 minute code واللي هو اسم بالواقع اسم القناة. نخلي at sign هنا علشان نخليها هاي الطريقة. فالرسالة اللي راح تظهر عندنا إذا استدعينا هذا الفانكشن اللي اسمه show about عنوان الرسالة راح يكون بالواقع 5 minute code menu ونص الرسالة راح يكون هو هذا النص this program is made by 5 minute code to show you how to add menus to your GUI. okay فإذا نعمل run راح نعمل run مرة ثانية ونشوف التغييرات. إذا نكبس على ال help راح يظهر عندنا هذا الخيار. إذا نضغط عليه راح تطلع عندنا هذه الرسالة. توجد ميزة أخرى يمكن إضافتها إلى القوائم وهي تعيين مفتاح اختصار. على سبيل المثال تحديد مفتاح control زائد h والذي يستخدم عادة لفتح التعليمات. في الخطوة القادمة سوف نقوم بتغيير البرنامج بحيث تحتوي قائمتان فرعيتان على مفتاح اختصار. عندما نستخدم add comment يتعين علينا استخدام بالواقع accelerator لتحديد مفتاح الاختصار اللي يجب إضافته إلى هذه القائمة الفرعية. بعدين يتعين علينا استخدام bind أو bind all لإضافة ما يجب أن يحدث للبرنامج بالضغط على هذا المفتاح. نريد نضيف مفاتيح اختصار بحيث إذا ضغطنا على هذين المفاتيح أوكي راح يصير عندنا بالواقع يتفاعل عندنا البرنامج بالشكل اللي نريده من عنده. نريد نضيف هاي الميزة للبرنامج بحيث إنه إذا ضغطنا على بالواقع أزرار مثلا زر الكنترول اللي موجود على الكيبورد وبالواقع نضغط معه يعني بنفس الوقت زر آخر راح يتفاعل عندنا البرنامج بالشيء اللي بالشكل اللي نريده. أوكي الشيء اللي راح نضيفه إنه بهذا الخط اللي هنا سويناه help menu. أوكي الأباوت نريدها بالواقع تتفاعل عندنا بالواقع بطريقة خاصة. راح نضيف accelerator باستخدام accelerator. أوكي راح نكتب هنا إنه إذا ضغط المستخدم على control زر الكنترول أوكي وبعدين يضغط معه على ال h راح يتفاعل عندنا الأباوت يعني راح يظهر عندنا الأباوت. يعني إذا شغلنا البرنامج والمستخدم كبس على الكنترول والإتش سوية يعني بنفس الوقت كأنه المستخدم ضغط على الزر اللي هو اسمه about. أوكي هذا النوع من التفاعل مع البرنامج هو نوع حدث. فإذا أردنا أنه بالواقع نعمل كنترول على الأحداث لازم نستفاد من دستور bind. فنكتب root dot bind. أوكي dot bind الحدث الأول bind all. أوكي يعني كل الأحداث مو حدث واحد بكل الأحداث. أوكي إذا قام المستخدم يعني نضيف هذني الأشياء نكتب الحدث اللي نريده يصير بشكل comment. الحدث اللي نريده يصير أنه إذا ضغط المستخدم على الزر الكنترول أوكي ومع هذا الزر يضغط على مثلا ال H الشيء اللي راح يحدث عندنا الحدث اللي راح يصير عندنا أنه راح نستدعي الفانكشن اللي اسمه show about to. أوكي هذا الفانكشن راح نعرفه بالخطوة القادمة وراح نضيف حدث آخر أيضا باستخدام bind all. فنشخص للبرنامج أنه في كل الأحداث اللي تصير إذا صار حدث مثلا وقام المستخدم بالنقر على بالواقع على الكنترول
ومع الكنترول ضغط على مثلا زر الكيو راح يتفاعل عندنا ايضا بالواقع فانكشن، واسم في هذا الفانكشن راح يكون اكسيت. اوكي راح نسمي هذا الفانكشن اكسيت، اكسيت او خروج، راح يسد عندنا البرنامج بالكامل. اخر شيء لازم نسويه انه نعرف هذين الاثنين الفانكشن. اوكي راح اعرفهن وارجع اكمل البرنامج. بهاي الطريقة عرفت هذين الاثنين function، الفانكشن exit والفانكشن show about. الshow about two هو نفسه بالواقع يعني يسوي نفس الشغل اللي سوينا show about one. اوكي فالفرق اللي موجود بين هذين الاثنين function انه الفانكشن الاول نستدعيه بمجرد انه نضغط على الاباوت، لكن الفانكشن الثاني راح نستدعيه بمجرد انه نكبس على الكنترول والزر الكيو سويته. داخل بالواقع داخل البرانتز راح نكتب self علشان يشتغل عندنا بشكل كامل. بالواقع الفانكشن الثاني هو اكسيت او الخروج، فاذا تفعل هذا اشتغل هذا البرنامج عندنا راح يسد عندنا النافذه اللي هي بالواقع اسمها روت. خلونا نعمل ران ونشوف الفرق اللي صار بالبرنامج. مثل ما تلاحظون البرنامج عندنا بهاي الشكل، عندنا مينيو، اذا نضغط على الهلو راح ينطينا رساله، اذا نضغط على الاباوت راح ينطينا ايضا رساله، راح اضغط على زر الكنترول والاتش ينطينا نفس الرساله اللي موجوده داخل الهلب، وإذا أضغط على الكنترول والكيو راح ينسد عندنا البرنامج بالكامل. هذا هو فيديو اليوم، وضحنا به أداة جديدة باسم مينيو أو القوائم. أتمنى يكون فيديو مفيد لكم. إذا أعجبكم الفيديو اعملوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا جرس الإنذار حتى يصلكم كل شيء جديد أولا بأول. حتى الفيديو القادم، أستودعكم الله في أمان الله.